تألق طوال السنوات الماضية من يصل في 43 من عمره، من أيام كان إلى بوردو إلى يوفنتوس إلى ريال مدريد إلى بطولة كأس العالم وأوروبا ودوري الأبطال وكل البطولات التي خاضها، من فاز بكل شيء من كل شيء ممكن، من تغنى به الأساطير، من تحدث وتحدثت عنه الصحافة، من كتبت عنه الأقلام، من هتفت له الجماهير، من تفاعلت معه المدرجات، من بكت من أجله الأعين وذرفت الدموع في ليلة كان فيها خبر اعتزاله مؤثرا لكل عشاق كرة القدم. زين الدين زيدان. اللي صرح في واحد من لقاءاته السابقة: لو لم أكن لاعب كرة قدم لكنت بائع حلوى بطريقة أو بأخرى، لكنت بائع حلوى بطريقة أو بأخرى. وكأن زيدان يعلم بأنه يبيع الحلوى في أرضية الملعب، من بطولة إلى أخرى، من نادي إلى آخر، من مشاركة، من إنجاز إلى آخر. بالفعل هو يوزع الحلوى في أرضية الملعب، يضع بصمته الكبيرة في ليلته الكبيرة. لقطات السابقة، شوف الكرة، شوف السحبة، شوف الهدوء، شوف الثقة، شوف المرور، شوف النهاية، شوف زيدان. زيدان الذي ترك فراغا كبيرا جدا من الصعب بأن يملأه القادمون. بالتأكيد الظاهرة رونالدو كان يقول: وأخيرا تحقق حلمي باللعب إلى جواره. زيدان يملك سحرا خياليا في لحظة استلام الكرة والسيطرة عليها. زيدان يعطينا في لحظة استلام الكرة هذا السحر. بعض ردات الفعل، شوفونا الاستعراض، شوف الكنترول. مارادونا كان يقول عن اعتزال زيدان بكرة القدم: هو اعتزال عن إعطائنا للبهجة والسرور. ما الذي يسليك أكثر من لعبات زيدان؟ زيدان لا يمكن إلا أن يكون شخصا كريما في الحياة، لا يمكن إلا أن يكون شخصا كريما. اللاعب اللي يوزع كل هذه المتعة، هذه الكرات، هذا السحر، هذه الفنيات. بينما هنا الإمبراطور زيدان، زيدان للملاعب بعد اعتزاله بأعوام. في كل عام أنتظرك يا زيدان، في كل عام أنتظر هذه اللحظة لكي أعلق على زيدان، لكي أتواجد مع زيدان. لمن قال عنه ندفد بأنه اللاعب الأفضل على وجه الأرض، كم أتمنى أن ألعب بجواره. هنا اللمسات، هنا اللاعب الذي ما زال محتفظا بلمساته، بأموره، بكل ما كان يفعل. الكرة مشتاقة يا زيزو، الكرة مشتاقة، الملاعب مشتاقة، الجماهير مشتاقة. الله على أحلى امتصاص في الدنيا، على أحلى كنترول في العالم، أفضل من يسيطر على المستديرة. رونالد، زين الدين زيدان، تعود للكرة من جديد. شوف الاستلام، لسه لمحات، لسه ما زال يحتفظ بالكثير من زين الدين زيدان. زيدان يتحرك كما كان، كم الله، هذه نقلاته. يقف في الملعب وهم يدورون من حوله في كل مكان، يحرك كل شيء، هو فقط يتحرك، هو فقط يقف وكلهم يتحركون من حوله. قالت من انت قلت مجموعة الحال. زيدان احلى كنترول في العالم، زيدان مفهوم اخر لكرة القدم. زيدان عيدها يا مخرج وخلي المباراة تروح. لكن كيف السيطرة، كيف الكنترول، كيف التحضين؟ زيدان ما زال هو زيدان، ما زال هو زيدان. الكرة تحترمه كثيرا. بينما هنا اللاعب الذي يفعل كل شيء في كرة القدم، يرسلها بالملي، بالسانتي، كرات زيدان. والله بعد الاعتزال زيدان ما زال هو زيزو. اعتزلت فاعتزل الكثيرون كرة القدم ومتابعتها. يريدون زيدان آخر، يريدون زيزو آخر. من أين للعالم بزيزو آخر؟ الله يا زيزو. كرة القدم أنت من تعلمها كيف تسير. شوف الكنترول، شوف كيف يسيطر وهو واقف. الكرة تعرف من هو زيدان. يا الله، ناس تجي وتروح ما هزت القلب، وناس تروح وتاخذ القلب معها. هذا هو بالتحديد زيدان.